فبالتالي نرجع ونقول يا حكومتنا المتقاعد المتقاعد والله تعبت حتى من الحكي. تفضل. متقاعد مت وانت قاعد، هاي كلمة المتقاعد. احنا ايش حصلنا بهاي اربع حكومات مرت علينا وقوانين متقاعدين دائما اجحاف بالنسبة للمتقاعد. احنا ضحينا، احنا بنينا الوطن، احنا خليناهم على الكراسي يعطونا راتب 400,000 وغيرهم ياخذوا الملايين. دائما احنا نقول المتظاهرات بالتقاعد العام، يعني يجينا الناس تاخذنا اموات، يعني احنا عمرنا هذا ما يخلينا نشتغل. احنا نعتمد على الدوله تعطينا راتب حتى نعيش به، نروح للطبيب نقضي حاجاتنا، يعني احنا عمرنا 50 سنة وقضينا 25 سنة و30 سنة بالدوله، لكن وين حقنا؟ دول العالم المتقاعد عنده مكانه عاليه، عنده للتمريض ضمان صحي وسكن مواصفات خاصه. يعني هذا الرجل ضحى لبلده وده يعطونا نتيجه، لكن احنا مع الاسف ياخذون من عندنا، ياخذون من رواتبنا، ورواتبنا قليله ما تخلينا نعيش عيشه زين بالعراق. زين انتوا لما تاخذون هاي القطوعات من عندنا وهذا القانون مالنا مال التقاعد ما تطبقونه، احنا شنو ذنبنا؟ احنا شنو ذنبنا؟ احنا العراقيين ضحينا من اجلكم، خليناكم على الكراسي وتالي متالي تاخذون فلوسنا وتاخذون قوتنا وتاخذون حياتنا. احنا نريد نعيش عمي، احنا نريد نعيش. كافي عاد مذله للشعب العراقي، كافي. احنا كمتقاعدين وحتى المعوقين، وليس المتقاعد، وحتى المعوقين تاخذون رواتبنا على مود احزابكم، على مود مكانتكم، على مود انتم تخلون خارج العراق ياخذ من عندنا وتغذوهم حتى تكون ماشي. اذا طلعتوا اكو من يستقبلكم على من؟ على حسابنا احنا العراقيين. خزائنكم ترسد، احزابكم انملت، حتى خارج العراق كلها من جهدنا. من تاخذ من عندنا دينار، هذا الدينار ما ياثر، لكن ياثر عندكم، يصير عندكم تريليونات، يصير عندكم مليارات الدنانير. مع الاسف عليكم انتم عفتونا بهاي الحاله، ما يستاهل العراق، ترى ما يستاهل تذلونا والله العظيم، وكل شيء وراه بس. شكرا.